أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. إخواني وأخواتي أعضاء الجمعيات السياسية المشاركين والحاضرين في هذا المحفل الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم هذا اليوم مشاركا في مؤتمرنا هذا الذي ينطلق تحت مسمى التغيير الديمقراطي في البحرين، وشعاره الديمقراطية حق وإرادة شعب. إن قيام هذه التظاهرة العلمية الفكرية والثقافية السياسية جزء لا يتجزأ من حراكنا الشعبي المتواصل منذ عقود من أجل تحقيق الحرية ونيل الديمقراطية، وأن إقامة مثل هذه الفعاليات العلمية الفكرية والثقافية السياسية مما لا شك فيه ولا ريب هي ذات قيمة عليا وأهمية كبرى، وهي تسير جنبا إلى جنب مع الفعاليات الميدانية ولا تقل أهمية عنها، وأن هذه المؤتمرات والفعاليات والندوات لهي مؤشر دال على حجم وعي المواطنين من أبناء هذا البلد المتطلعين للحرية والديمقراطية، وهي مؤشر على حرصهم على التطوير والبناء وتقبلهم للمراجعة والنقد. فنحن كحركة معارضة فاعلة على الأرض نحتاج دائما ومن أجل هذا الوطن ونموه وازدهاره إلى النقد والمراجعة والدراسة والمناقشة العلمية لنتطور على طريق تحقيق الديمقراطية. فالمعارضة وهي تسعى للتحول الديمقراطي وتطالب به لابد لها أن تمارس الديمقراطية لتلتزم بها وتلتزم بما تطالب به الآخرين. ونحن في الوفاق، وأستطيع أن أزعم في المعارضة بشكل عام، جادون في إقامة هذه المؤتمرات والمنتديات الفكرية والعلمية والثقافية والسياسية من أجل الاستفادة ومن أجل التقييم ومن أجل البناء ومن أجل رفض الحركة المطلبية، وأنها ليست ترفا فكريا أو بهرجة إعلامية. ومثل هذه المؤتمرات لابد أن تستمر وتقام من أجل ترسيخ البناء الفكري والمفاهيمي والسياسي لتنضيج الحالة المطلبية والثورية وتنمية الوعي السياسي في المجتمع. الديمقراطية تستند إلى قيم حاكمة كالحرية والمساواة والمواطنة وسيادة القانون وتداول السلطة بين مدنيين منتخبين، وكذلك حقوق الإنسان. فإن نجاح تجارب الديمقراطية في الدول المختلفة يظل مرهونا ببناء مؤسسات وتطوير آليات محددة تضمن ترجمة هذه القيم إلى واقع سياسي ومجتمعي مستقر. مؤسسات كالقضاء المستقل والبرلمان المنتخب والسلطة التنفيذية المنتخبة والخاضعة للرقابة والأجهزة العسكرية والأمنية الاحترافية والملتزمة بالقانون، وآليات كالمساءلة والمحاسبة والانتخابات النزيهة والدورية وضمانات الشفافية وحرية تداول المعلومات. ولكي تضمن ترجمة قيم الديمقراطية إلى واقع مستقر فلا بديل عن التزامها جميعا بمعايير عادلة وغير مزدوجة. والتغيير الديمقراطي طموح ومطلب كل الأحرار في العالم،
وبذلت من أجل نيله وبذلت من أجل نيله شعوب كثيرة دماء، وعانت ويلات وعاشت أزمات. والبحرينيون كغيرهم من الشعوب التواقة للحرية والديمقراطية، وقد عانوا وعلى مدى عقود من الزمن وفي مسعاهم من أجل الديمقراطية من بطش الدكتاتورية وإرهابها، فقتل من قتل منهم، وسجن من سجن، وشرد من شرد، وعانى الويلات من بقي في الداخل. ورغم كل المعاناة والأزمات التي مرت على شعب البحرين في مسعاه نحو الديمقراطية، إلا أنه لم يتوقف عن التحرك من أجل التغيير الديمقراطي بشتى الأساليب السلمية المشروعة دوليا. فمنذ عشرينيات القرن الماضي وشعب البحرين يطالب بالحرية والعدالة والكرامة، واستمر حراكه عقد بعد عقد، وأزعم أنه لن يتوقف عن المطالبة بالديمقراطية حتى يتحقق له التغيير الديمقراطي الحقيقي وينال المواطن البحريني الحرية والكرامة. ونحن سلميون ضد العنف، وسنبقى سلميين إلى أن تتحقق مطالبنا العادلة في إقامة دولة ديمقراطية، رافضين عنف السلطة وإرهابها الدائم والواقع على شعبنا بشكل مستمر. فالديمقراطية هي قدر شعب البحرين، ولم يعد أمام شعب البحرين أي خيارات تتعلق بمشروع التفافي أو بمشاريع هروب أو ترقيع، وإنما النهاية في الديمقراطية الحقيقية التي توفر الاستقرار السياسي الدائم. فالتحولات في أنظمة الحكم هي تحولات لا مناص عنها، ولا يمكن للأنظمة أن تبقى على ما هي عليه في ظل هذه التحولات والتغييرات، وخصوصا التحولات الأخيرة التي ثبت فيها جليا أن إرادة الشعوب فيها صلبة وعزيمتها صامدة وقوية. وعلى الأنظمة إما أن تستجيب سريعا أو أن يكون مصيرها إلى الانقراض. والتصريحات الرسمية البحرينية حول الديمقراطية مؤشر على أنهم يدركون أن العالم لم يعد يقبل غير هذه اللغة، وسيأتي يوم يدركون فيه أيضا أن العالم لم يعد يقبل اللغة بلا تطبيق، فشعوب العالم لم تعد تقبل الخداع والمراوغة. فإضاعة الوقت والتسويف والمراوغة ستخلف مزيدا من التراكمات الكبيرة، وسوف تتعقد المعالجة لتصبح بحاجة لعمليات جراحية أكثر تعقيدا وأكثر تفصيلا، وسيبقى النظام الحاكم أو الأسرة الحاكمة هي التي تجعل من الحل السياسي أكثر حاجة إلى توسيع دائرة التغيير. فالواقع الاقتصادي والواقع السياسي والواقع الأمني والواقع التنموي والاستثماري والتعايش مع مؤسسات الضغط الدولية ومتطلبات المجتمع الدولي تحتم بأن يكون هناك واقع ديمقراطي حقيقي، أو تبقى البحرين في مهب الريح نحو التراجعات والتخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، وأن تكون عرضة للضغوط الدولية المستمرة. وفي الختام، نحن في الوفاق ومعنا القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، لازلنا متمسكين بمطلب شعب البحرين وإرادته الصادقة والثابتة نحو إقامة حكم ديمقراطي عادل، تكون فيه حكومة منتخبة تخضع للرقابة والمساءلة، ومجلس نيابي منتخب له كامل الصلاحيات، ودوائر انتخابية عادلة، وقضاء مستقل وعادل عادل ونزيه، وأمن للجميع. وأننا في الوفاق ومعنا القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة متمسكين بمبدأ الحوار الجاد القائم على أسس ومبادئ يتفق عليها العقلاء وجميع المخلصين للخروج بحل جاد وعادل لأزمة بلدنا الحبيب. نحن في المعارضة
نقيم هذا المؤتمر ليكون بمثابة حوار مجتمعي مفتوح، بعد أن حولت السلطة الحوارات التي تقيمها لمجرد مضيعة لوقت الوطن وتسويف له. نحن هنا نستعرض حراكا نضاليا ثريا ومشروعا سياسيا يمتد عمقه من هذا النضال، ومرتكز على المبادئ والقيم الإنسانية. نناقش المخاوف والتحديات ونعرض الحلول والخيارات. نريد أن نخرج برؤى وطنية يكون الجميع فيها رابح، وليس هناك مجال لخيارات يكون فيها الخاسر كل الوطن، الوطن كل الوطن، لأن لا ربح لأحد بظلم أي طرف كان. وأن أي خيارات أخرى، أمنية كانت أم سياسية، ومحاولة فرضها على أبناء شعبنا الأصيل لن تجدي نفعا ولن تنال من عزيمته وإرادته الصلبة، لأنه اختار طريق الديمقراطية والحرية لا غير، وعلى السلطة أن تستجيب له عاجلا أم آجلا. الرحمة والغفران لشهدائنا الكرام، والتوفيق والنجاح لمؤتمركم هذا، والنصر والفرج لشعبنا الحبيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.